لم يكن أكثر المتفائلين بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوقعون أن يأتي يوم تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه مع وزير دفاعه السابق يوآف جالانت عن جرائمهما في قطاع غزة. فشلالات الدماء التي أسالها الاثنان وجدت أخيراً صداً حقيقياً ورد فعل هو الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية مع اتهامها لنتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك منذ 8 أكتوبر العام الماضي 2023 وعلى الأقل حتى 20 مايو الماضي، وهو يوم تقديم النيابة العامة للجنائية الدولية طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. الجنائية الدولية وفي حيثيات إصدارها لمذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت أوضحت أن هناك أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة وأشرف على الهجمات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، فضلاً عن ارتكاب أعمال القتل والاضطهاد واستخدام سياسة التجويع ضد أهالي القطاع بمنع دخول المساعدات الأساسية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية. مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صنفتهما المحكمة الجنائية بالسرية وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، مشيرة إلى أن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بمذكرتي الاعتقال جاء بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الأساليب نفسها داخل القطاع حتى الآن، وهو ما جعل من قبول إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير ضروري نظراً لأن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا الفلسطينيين. ومع إصدار مذكرتي الاعتقال تم وضع اسم نتنياهو وجالانت على قوائم الترقب ل 124 دولة هم عدد الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت هذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة للقبض عليهما ليتجرعا مرارة بعض ما اقترفا في غزة.